مساء الفل، مساء الفل عليكم جميعا. نظرا للأحداث اللي العالم كله، مش هقول بس فلسطين، العالم كله بيمر بيها، نظرا للضيق للحزن، كآبة شديدة، الوجع، يعني في مشاعر مش عارفة اعبر اصلا عنها، بس انا متاكده انه انتوا حاسين باللي انا عايزه اقوله، فمش هينفع يبقى عندنا نفس المقدمات، مش هينفع يكون عندنا نفس المحتوى. كل اللي احنا بنقوله في حلقاتنا زي ما كل البرامج بتقول، ان احنا بننعي او ننعي كل الشهداء، بندعي لإخواتنا وأولادنا وأهلنا وحبايبنا في فلسطين. لا نملك غير الدعاء، وما عنديش مقدمة أقولها غير كده، لأنه حتى الكلام ما بقاش لي طعم. لكن احنا مستمرين على الشاشة، كل زمايلي مستمرين على كل الشاشات، لكن احنا كبرنامج، كطبيعة برنامج، هي وبس بنحاول او هنحاول شوية، مش عايزة اقول نغير في المحتوى، لكن بنحاول او هنحاول ان احنا نعمل مواضيع ليها علاقة بالاحداث اللي بتحصل دلوقتي، وليها علاقة ب الجو العام لينا كلنا كبني ادمين. حلقة امبارح وحلقة يوم الخميس كانت حلقات مسجلة. حلقة يوم الخميس كانت حلقة مسجلة بعد ضرب المستشفى، طول مستشفى المعمداني، لكن الحلقة بتاعت امبارح اللي كانت المقدمة فيها نوع من أنواع الابتسامة، يعني كانت متسجلة ما قبل، كانت متسجلة من تاني يوم الأحداث اللي هو يوم 8 اكتوبر او 7 حتى اكتوبر. يعني كنا لسه سامعين انه كانت في مش حرب، مش اباده، مش اللي حصل ده، كنا لسه سامعين انه في حاجه بتحصل. بس ده يعني ده اللي انا هعرف اقوله في مقدمه حلقه النهارده. حلقه النهارده على الهواء مباشره او على الهواء، عشان بس اللي اتفرج على حلقة امبارح واتفرج على حلقة النهارده يفهم كان ايه الطبيعة او كان ايه اللي بيحصل. علينا بالدعاء وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيستجيب، وانا على يقين، واحنا كلنا على يقين في انه ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب. الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أقولها قبل ما أطلع الحلقة بتاعتنا، ودي حاجة فكرت فيها امبارح بالليل تحديدا بعد الأحداث اللي حصلت امبارح تحديدا، إنه كل شخص فينا، كل واحد فينا بيحس بحزن أو بظلم أو بكآبة شديدة لما يقع عليه ظلم من حد يعرفه او من حاجة في الشغل او كذا. لكن اللي بيحصل ده نوع ظلم جديد، مش عايزة اقول هيهون علينا احاسيسنا ومشاعرنا الشخصية اللي بتحصل في حياتنا، لكن هذا الكم من الظلم والافتراء اللي بيحصل دلوقتي يخلينا نبص للامور بزاوية مختلفة، يخلينا نقدر، مش هقول نهون عن نفسنا لانه مصايبهم مصايبنا ومصايبنا مصايبهم، لكن نقدر نقول انه احنا
مظلومين اه، بس في ظلم اكبر واشد. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي على الحبيبات، يلا نبدا حلقتنا ولكن بعد الفاصل. في ظل الاحداث اللي بتحصل، في ظل ان احنا بنتابعها جدا، حاسين ان احنا عايشين الاحداث، الناس يمكن خايفه، يمكن قلقانه، تعبانه نفسيا، مش عارفه تعيش. احنا مش فاهمين التوصيف بتاع الحاله اللي احنا فيها ايه، ومش عارفين كمان، مش عارفين نتعايش، مش عارفين نعيش. فاحنا استأذننا ياسمين، ياسمين الجرحي، انتي منورانا النهارده. ياسمين معالجه نفسيه، استأذناها ان هي تشرفنا وتنورنا وتقول لنا مبدئيا الحاله، الجموع، الشعوب، جميع البني ادمين فيها، هل نقدر نصنفها او نوصفها بالهلع، بالقلق، بالاضطراب النفسي، بالايه؟ اولا شكرا على الاستضافه. بشكرك. تاني حاجه، تعزينا لاهل غزه واهل فلسطين. اكيد. ولكل الناس اللي عندها قلب وفاهمه ايه اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي. صحيح. اللي احنا بنمر بيه مش حاجه بسيطه، ما بال حضرتك اللي فعلا موجودين في غزه بيمروا بايه. احنا اللي بيجي لنا العدوى النفسيه من اللي بيحصل، اللي احنا فيه خوف وهلع وقلق وكل حاجه حضرتك قلتيها. بس الفكره ان احنا لما نيجي نقول على الحاجه مسماها، نبقى عارفين بنقولها على اساس ايه. اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين اباده جماعيه. الاباده الجماعيه دي بتاثر علينا احنا نفسيا، مع اننا ملناش علاقه بالمكان نفسه، احنا مش قاعدين جواه، احنا متعلقين بيه نفسيا، متعلقين بيه عقليا، وبنحاول قد ما نقدر نعمل توعيه ونساند. بس تاثيرنا على اللي بيحصل او اللي احنا قاعدين نشوفه هو اسمه اضطراب ما بعد الصدمه. عاده اضطراب ما بعد الصدمه الناس بتتشخصه بعد 30 يوم من فعل اي شيء. احنا فاكرين ان اللي حصل ده حصل يوم 8 او 7 اكتوبر، هو حصل من 75 سنه، وبيتورث التروما او بيتورث الصدمه لينا كلنا واحده ورا الثانيه. واللي دلوقتي بيعمل الانتفاضات هو اللي كان زمان صغير وكبر على ان هو عنده صدمه، واحنا واحنا صغيرين كبرنا ان احنا عندنا الصدمه بتاعت احنا ليه بيتم اباده فلسطين. فاحنا اللي احنا فيه ان احنا اتفاجئنا فجاه ان احنا كنا بنتعايش مع مجتمع غريب، وفجاه بقينا انتفضنا، او فجاه الناس كلها خافت، فجاه الناس كلها عرفت ان في حاجه اسمها قصف وضرب نار وناس بتموت. فده عمل خلل واضطراب في اي شخص مننا. فهنا بيبدا نفرق جدا ما بين ان ده اضطراب بعد الصدمه، واصلا يعني ايه صدمه. الصدمه مش هي بس فكره ان في حد عمل لي حاجه فانا اللي اتخضيت، انت ازاي تعمل معايا حاجه زي دي. احنا ما اتخضناش ان في صاروخ وقع عند غزه ولا اتنين ولا تلاته، احنا اتصدمنا ازاي في مجتمع ساكت، او ازاي في حد بيعمل كده في بني ادم. ففي دكتور اسمه جيبر ماتي، هو عرف الصدمه مش الحدث نفسه، هو تأثير عليك نفسيا بتاع الحدث. تأثيره عليكي مختلف عني، مختلف عن اللي بيتفرجوا علينا كلنا. كل واحد اتأثر باللي بيحصل في غزة علشان قيمه هو، أخلاقه هو، experiences بتاعته هو، تجاربه هو، هي اللي بتأثر عليه ازاي اللي بيحصل ده بينتج منه قلق وخوف وزعر. مش الطبيعي ان بني آدم يفضل عايش الوقت كله في قلق وخوف وزعر. احنا عايشين في ده، ما بالك الشخص نفسه اللي قاعد في الموضوع. احنا بدأنا نبطل نعيش حياتنا كل يوم بسبب ان احنا مش عارفين نتعايش مع الموقف. صحيح. تاكل ازاي، تنام ازاي، تروح شغلك ازاي، تروح المدرسة ازاي، تذاكر ازاي، تعمل اي حاجة في حياتك، النمط الطبيعي بتاعك ما بقيناش فاهمين يعني ايه طبيعي. لان احنا فجأة اكتشفنا ان احنا جنبنا بيحصل ابادة واحنا مش واخدين بالنا. مش لازم جنبنا، هو في بلاد كتير ودول بلاد كتير وشعوب كتير. طبعا مش فلسطين مش جنبها، ومتاثرين وبيعملوا مظاهرات و ال 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 في رفض للأسف. رفض للمشهد ورفض للصوره وفي رفض. طيب اللي انا فهمت دلوقتي منك انه هذا النوع من الرفض عمل عندنا هلع وخوف، قلق، ده حقيقي، وشعور بالذنب ان احنا مش عارفين نعمل حاجه. مليون في الميه، شعور الذنب ده هو اكتر شعور بيحركنا، والشعور الذنب ده هو اللي بيتولد عليه شعور الرعب والخوف. طول ما انت حاسس بالذنب ان انت بتعيش يومك الطبيعي وفي ناس ثانيه في الدنيا مش عارفه تعيشه، فبتبقى ناقم على الحياه اللي انت عايشها، اللي هي المفروض بالنسبه لك بتاكل وبتشرب وبتنام،
تروح شغلك بترجع منه، الحاجات العادية الأساسية بتاعت كل يوم. نعمل إيه يا ياسمين؟ نعمل إيه؟ أولا إحنا مش هنقدر أبدا نتخطى فكرة إن التلفزيون كل شوية بيجيب لنا أخبار، أو إن السوشيال ميديا سهل علينا إن إحنا نجيب الأخبار وبتأثر علينا زيادة وزيادة. بس أضعف الإيمان إنك حاول مش أول ما تصحى من النوم وأول ما تيجي تنام تبقى بس بتتفرج عليها، عشان أنت مش بتأثر على نفسك وأنت صاحي. بس اللاوعي بتاعك لو أخذ اللي أنت بتتكلم بيه ده وفضل يفكر فيه وأنت نايم، أنت هتفضل قاعد في الدوامة دي كل يوم، تصحى عليها تنام عليها تصحى عليها تنام مزبوط. عليها. فده هيأثر عليك بطريقة هيخليك دايما إنسان غضبان، في غضب في قهر، في عايز أصور بس مش عارف أعمل إيه، بس مش عارف أصور على الكل يوم بتاعي لأن ده مصدر أكل عيشي وده عيالي ودول الناس بتوع، يعني كل الحاجات بتاعتي مش هقدر أنفيها. أعمل إيه؟ أعمل إن أنا على قد ما أقدر أحاول إن أنا أعرف نفسي إن أنا غضبان، ما تنفيش الموضوع ده، أنا غضبان أنا خايف أنا عارف أنا بمر بإيه، بس ما تقولش لنفسك إن مفيش باليد حيلة. الكلام اللي أنت بتقوله لمخك هو ده اللي هيأثر عليك. أنت بتقول لنفسك أنا خايف، الخايف ده غير اللي عنده هلع، هلع أو لو البانيك ده شخص كأنه بيجيله هارت أتاك أو أزمة قلبية بيموت وهو واقف. إحنا ما عندناش بانيك باللفظ، إحنا عندنا هلع بالشعور، إحنا خايفين إن إزاي نكون عايشين في عالم بيحصل فيه الحاجات دي باستمرار وفي ناس مكملة حياتها عادي وبتنام وبتاكل من غير ما تحس إن في أي أسى، بس إحنا بالنسبة لنا بنحس بأنكزايتي طول اليوم أو بقلق طول اليوم. فنعمل إيه؟ بنعمل إيه؟ حاجة من الاتنين، لو عرفت تسيطر على القلق بتاعك بإن أنت ساعتين وساعتين قبل النوم ولا ما تصحى، بإن أنت قادر إنك تتكلم مع ناس مختلفة وتقولوا لبعض إن أنتوا قد إيه عايشين في ده مع بعض، إن إحنا نقعد مع بعض نتكلم، ما تحرمش نفسك من إنك تتكلم. أول حاجة اللي فعلا أساسية اطلب مساعدة من شخص مختص، اطلب مساعدة من شخص مختص. الفترة دي ناس كتيرة جدا بتقدم حاجات يا إما بمبالغ رمزية يا إما ببلاش، عشان إحنا كلنا محتاجين نقف جنب بعض. أنت محتاج تتكلم مع واحد فاهم يعني إيه صدمة واضطراب ما بعد الصدمة، فاهم يعني إيه خوف، فاهم يعني إيه إن كل الحالة الاجتماعية وكل الحالة اللي في العالم مأثرة عليك من فوقك لتحتك في كل حاجة بتعملها، مفيش حاجة في نمط حياتك ماشية مظبوط. تعمل إيه؟ روح اتكلم مع حد فاهم أنت بتمر بإيه. مش الشكوى وخلاص، مش المفروض تاخد بس حد من صحابك وتقول له أنا زعلان قوي على اللي بيحصل، لأ، خليك فعال واعمل حاجة مع نفسك. زي ما إحنا بنحاول إن إحنا نبعت كراتين ونبعت مساعدات على قد ما نقدر، إحنا بنحس إنها مش كفاية. مظبوط. طب إحنا مع نفسنا إيه اللي بنعمله مع نفسنا نحس إن هو كفاية؟ على الأقل مش بس إنك تتكلم مع الناس اللي حواليك، حاول تستشير حد بيفهم اللي أنت بتمر بيه علمياً. غير الاستشارة بقى. غير الاستشارة إيه اللي أنت عادة بتعمله عشان خاطر تقلل إحساسك بالرعب في العادي؟ يعني مثلاً إيه الإحساس اللي إحنا على طول بنحسه بعد ما بنحس إن إحنا خايفين؟ الأمان. ده اللي أنت بتحسه على طول، لأنك عرفت يعني إيه رعب وعرفت يعني إيه خوف، فجأة بتبدأ تحس إن أنت محتاج تطمن. ايه اللي بيديك احساس بالطمأنينة وتبدا تديه لنفسك من غير ما تفتكر ان انت موجود هناك وسط الحدث نفسه؟ احنا مشكلتنا ان المخ رايح على ان انت قاعد هناك، مش عارف يفصل ان انت مش هناك، فبتفضل خايف مش عارف تحس بالامان. اقعد ثانيه كده شوف ايه اللي حواليك، ايه اللي موجود، ابدا حس ان انت هنا لسه. لان احنا كتير قوي لما بنتعدي من الصدمه بنبقى عايشين معاها مش عارفين نعيش معانا. انا غير قابلني وغير قابل الناس اللي حواليا مش عارف اتعامل. فهنا لا، بلازم تاخد بالك من نفسك، لو مش عارف تروح لمختص اختص انت بنفسك. يعني انت بتعملي ايه يا ياسمين؟ يعني انت كمعالجه نفسيه وواحده بتعاصر الاحداث اللي بتحصل، انت تحديدا بتعملي ايه؟ انا كياسمين بحاول على قد ما اقدر ان انا الليمت الاكسس بتاع السوشيال ميديا بتاعي على قد ما اقدر. ما بتبصيش في وسائل التواصل الاجتماعي؟ على قد ما اقدر. لا بتفتحي انستجرام ولا فيسبوك ولا التلفزيون بيبقى تويتر. شغال في البيت، انما انستجرام وفيسبوك وتويتر والكلام ده كله بتبقى عباره عن مشاعر بتيجي في مشاعر، مشاعر بتيجي في مشاعر من غير ما مخي يبدا يفلترها، لان اسهل حاجه في الدنيا بتخش على مخي ان اشوف حاجه او ان اسمعها. طيب. فبتبدا تشتغل في راسي، بتخوفني اكتر من حاجات في حياتي انا، فبزرع خوف زياده جوايا من غير ما بكون عارفه انا بعمل كده ليه. التلفزيون مش بصحى افتح التلفزيون، بصحى بدعي ربنا يخليك يعدي الموضوع ده على خير، لان في اوقات ببقى عارفه ان انا يعني لا بيدي. ليس لك بالامر شيء، مش هتعرف انت تعمل حاجه، بس عارف انك ليك ربه لما بتدعي له وتكمل يومك بنسبه كبيره جدا بترتاح.
بس انت بني ادم ومش هتعرف تعمل كده، وانا بني ادم ومش دايما بس هقول كده واكمل يومي، لسه خايفه، لسه محتاجه يطمئن قلبي، تصلي بصلي، تسمعي بعمل كل القرآن. حاجه. هنا بنتمسك طبعا بالروحانيه على قد ما بنقدر، بس غير ده بحاول اقول لنفسي ايه، طيب بعد نعمي كل يوم، حقيقي بعد نعمي كل يوم، بعد لكل اللي موجود عندي وكل اللي انا نفسي اديه في يوم من الايام للناس اللي بتعاني. بحاول اثقف نفسي بالحقيقه نفسها، ليه بيحصل معاهم كده؟ لو هنختم كلامنا في جملتين، اكتر حاجة هتساعدنا دلوقتي ان احنا نعرف نتعايش مع بعض هي، او نتعايش مع المأساة اللي بتحصل، هي ايه؟ وعي نفسك كفاية، ايه اللي بيمر في راسك وايه اللي انت حاسس بيه. ما تقولش لنفسك كلام ما يكونش هو الصح اللي انت بتمر بيه. خايف قول انا خايف، غضبان قول انا غضبان. ساعد نفسك، ما تحاولش تيجي على نفسك، لان انت الحاجة الوحيدة اللي انت هتقدر تبقى موجود فيها وتساعد بيها غيرك. مع طبعا الدعاء والصلاة طبعا وقراءة القرآن اكيد وكذا زي ما انتي بتعملي. بالظبط، انا بحاول على قد ما اقدر. ياسمين شكرا، وانتي نورتينا. وقبل ما اختم معاكي، هو لو اكتر توصيف اقدر اوصفه للناس اللي حاسة بيه دلوقتي، هل هو هلع ولا نوبات شديدة من الخوف؟ نوبات شديدة من الخوف. شكرا ياسمين. مشاهداتي عزيزاتي ومنيتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. في ظل الأحداث اللي احنا فيها، مش احنا بس اللي بنتأثر ككبار، الأطفال كمان بيتأثروا، خصوصا لو التلفزيونات مفتوحة، لو اللي بيحصل زي ما بيتنقل لنا بيتنقل لهم كمان. كلامنا ككبار اللي بنقعد نتكلمه مع بعض، لو احنا قاعدين في بيت، لو احنا بنكلم حد على التليفون، هم بيبقوا قاعدين وبيبقوا سامعينه، فبالتالي مش احنا بس اللي بنتأثر بالحكاية، هم كمان متأثرين معانا. فبالتالي كان لازم نفتح الموضوع ده النهارده ونتكلم فيه ونناقشه مع الاستاذه مي حجي. انت منورانا النهارده. مي اخصائيه تربيه اطفال، صحيح؟ اللي انا قلته ده في البدايه انا ابتديت المسه في بناتي وفي اولاد كل اصحابي، وهم بيتكلموا في المدارس مع تجميع التبرعات وكذا، فبقى خلاص احنا وهم. نعمل ايه معاهم يا مي؟ هو طبعا لازم نتفهم هم هيشوفوا الموضوع ازاي. لو احنا بنوصلين لمرحله ان الناس مش عارفه تنام، مش عارفه تاكل، واحنا كبار وعارفين نعبر عن مشاعرنا، ده هم كاطفال ده هياثر عليهم ازاي؟ طبعا تفرق قوي المرحله العمريه، يعني تحت سن 8 سنين احنا دورنا ان احنا نحميهم تماما من الاخبار ومن ان هم يشوفوا اي حاجه او يعرفوا حاجه. تحت 8 سنين مخهم مش هيعرف يستوعب الكلام ده. الطفل اصلا في السن ده لما بيتعرض مثلا لفيديو جيمز او لاي فيلم اكشن، مخه ما بيعرفش يفرق ما بين ده واقع ولا خيال، فتاثير ده عليه هيعمل مشاكل سلوكيه كبيره قوي. من بعد بقى مثلا من 8 سنين لسن 13 ممكن نتكلم معاهم، ممكن نشرح لهم، بس مهم قوي نتجنب ان هم يشوفوا الصور والفيديوهات اللي احنا بنشوفها. تاثيرها عليهم هيبقى يعمل كانه عندهم مشاكل ان هم تعرضوا لعنف هم نفسهم، مش هيعرفوا يميزوا الفرق. هيجي لهم اعراض اللي هي صدمات اللي بعد الصدمه، الاضطراب ما بعد الصدمه، وممكن يعمل عليهم مشاكل تقعد معاهم فتره طويله، مشاكل سلوكيه، يبقوا مش عارفين يناموا، يجي لهم فقدان شهيه، لان دي تقيله قوي عليهم في السن ده. نحاول نسمع منهم هم سمعوا ايه قبل ما نتكلم معاهم، عشان نفهم هم ايه اللي وصل لهم، لو سمعوا حاجه غلط نصحح لهم، عشان تاثير ده ما يبقاش سلبي عليهم قوي. دايما نكلمهم على الاجزاء الايجابيه حتى لو صغيره، نوريهم الناس اللي بتساعد، نوريهم الناس اللي بتعمل تبرعات، الناس اللي بتلم تبرعات، الحاجات دي هتحسسهم دايما ان على قد ما في مأساة دايما في خير، ودي بتفرق قوي في نفسيتهم. ده تحت 8 سنين ولا؟ ده من 8 ل 13. من بعد 13 ممكن هيبقوا بيتعرضوا، لان هم هيبقوا بيشوفوا سوشيال ميديا لفيديوهات. طبعا لازم ناخد بالنا السن، يعني لو مثلا طفل تعرض قبل كده لصدمات في الحياه او عنده مشاكل فقد او مشاكل توتر، مش لازم ان هم يتعرضوا للحاجات دي، بس هيبقى صعب قوي ان نحكم ده من سن المراهقه، لان دول على طول الوقت هم ماسكين تليفونات وبيشوفوا الحاجات. طب بالراحه بس عشان انا عايزه افهم منك اكتر،
يعني من هم بيبيهات لحد 8 سنين نحاول ان احنا نحجب، نوقف تماما فكرة ان هم يكونوا على دراية باللي بيحصل. بالظبط. من 8 سنين ل 13 ممكن نتكلم معاهم، نقول لهم ايه اللي بيحصل من غير ما يشوفوه ولا يشوفوه؟ لا، ما يشوفوهوش. ما يشوفوهوش. احنا نشرح لهم، نعمل توعية، بس هدفنا دايما يبقى الاول نحسسهم بالامان وبعد كده التوعية. لان يعني ايه نحسسهم؟ نقول لهم ايه؟ اولا نقول لهم ان ده مش عندنا، ان الحمد لله احنا الدنيا امان، عشان هو الطفل غصب عنه ممكن يخاف ان هو يحس انه مش فاهم ايه اللي بيحصل، فنطمنه دايما ان هو في امان. لو حاسس بقلق من الحاجات دي نقفل طبعا، ما نتكلمش قدامهم، ناخد بالنا انه احنا مثلا لو بنتكلم في التليفون، لو قاعدين على مثلا ماسكين تليفون ولا حاجه، وشنا بيوصل لهم التوتر، ولغه الجسد بتوصل لهم، كل ده هيحسسهم ان في حاجه يخافوا منها. هو الطفل بيبص لاهله ان هم مصدر الامان، لو حس ان هم نفسهم متاثرين ومتوترين هو نفسه مش هيحس ان هو في امان. فهمتك. طيب ومن 13 بقى هما كده كده هيشوفوها وكده كده بيشوفوها، نقول لهم ايه؟ نتكلم معاهم بطريقه ان احنا نسمع طبعا مشاعرهم، نحاول ان احنا نشجعهم على التفكير النقدي، ان هم يبقوا لو هو هيبتدوا في السن ده، هم السن الصغير ده ما تعرضوش للحاجات دي قبل كده، ما سمعوش القضيه دي قبل كده، فهيبتدوا يدوروا هو ايه اللي كان بيحصل. نشجعهم ان هم يبتدوا بقى يدوروا، يتعلموا، يبقى عندهم وعي، يشوفوا وجهات النظر، يشوفوا احنا بنقول ايه وغيرنا بيقول ايه، طب الصح ايه، ايه الحقائق التاريخيه، لان دي برضو هتخليهم يكتسبوا كانها صلابه نفسيه في المشاكل، الناس تتصرف ازاي. يبتدوا يراجعوا التاريخ قصدك؟ بالظبط. علشان يحصل ايه لما يراجعوا التاريخ؟ اولا يبتدوا يعرفوا ان هو مش اي حاجه بيسمعوها يصدقوها، لان احنا شايفين بره مثلا الاعلام مش كل حاجه بيقولها زي ما احنا بنقول. صحيح. فيبتدوا يعرفوا ان يبقى عندهم تفكير نقدي، لاي معلومه تجيلهم يبتدوا يتحققوا منها، يرجعوا يبصوا هل ده حقيقي ولا ده مش حقيقي. هل فكره ان انا ك ك ك كأم او كأب المفروض انه انا اتدخل لتشكيل رأي لبنتي او ابني في الحكايه دي او في السكه دي؟ بمعنى النهارده مثلا لو هنفترض انه في حد بيتفرج علينا، ابنه او بنته زي ما حضرتك تفضلتي قلتي 14 15 16 سنه وعندهم صحابهم اجانب، خلاص اللي عندهم اعلام مضلل ولا ينقل الحقيقه، فانا النهارده دلوقتي ابتدي اقول لبنتي يكون عندك راي، ادفعها ان يكون عندها راي وتناقش القضيه وتناقش الاباده الجماعيه وتناقش اللي بيحصل مع صحابها او صاحبتها الاجانب؟ هي اكيد كده كده هيتناقش، هو يعني هم لما هيلاقوا ان الكبار مش بيتكلموا في حاجه تانية وده الجو العام، هو اكيد النقاش ده هيحصل. بس علشان يحصل بطريقه هم يبقوا عارفين هم جايين منين وايه وجهه النظر، نشجعهم ان هم يبصوا على الحقائق التاريخيه، نتكلم معاهم ايه اللي حصل، ايه اللي حصل من سنين قديمه، ونوريهم الخرايط، وفي حاجات كتير نقدر نتكلم معاهم فيها. وغير كده هو الموضوع مش سياسي قد ما هو انساني. صحيح. هل دي القيم بتاعتنا؟ هو احنا يعني في اي عرف اي قيم ده مقبول؟ اكيد لا. صحيح. فمن ناحيه القيم حتى لو حد اختلف من هو جاي من بلد تانية بوجهه نظر تانية، بس في حاجات في الطبيعي ان هي مفيش بني ادمين بيختلفوا عليها، دي قيم انسانيه. صحيح. انه بني ادم يتقبل قتل انسان، دي مش حاجه طبيعي ان حد يتقبلها. مظبوط. هل في كلمات مطمئنه للاطفال؟ هل في جمل المفروض انها تتقال لبنتي او ابني علشان احسسهم بنوع من الطمأنينة؟ خلي بالك انت بتقولي انه ما ينفعش الاطفال يبقوا عارفين حاجه من سن 8 لسن 13، لكن لا هم عارفين وبيقولوا لبعض في المدارس وبيقولوا لبعض في التمارين وبيقولوا لبعض في النوادي، ولو مش هيقولوا لبعض بره فهم بيسمعوا ماما جوه، بيسمعوني انا، بيسمعوا بابا، بيسمعوا اي حد بيتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين. طبعا. هل في اي جمله انا هي او هو الاب او الام يقدروا يقولوها
لانه انا عايزه اتكلم واقع، انا مش عايزه اتكلم علم بس، انا عايزه اتكلم علم يوازي واقع. هما بيشوفوا الاطفال الشهداء حبايبنا واهلنا واخواتنا وامهاتنا بيبادوا يقتلوا، فهم بيجيلهم شعور انه طب ما هو ده طفل زيه وحبيبي موتوه، ما هو دي بنت رضيعه وموتوها، ما هو هكذا. بيحسوا اوتوماتيكيا كده انه ما انا كمان ممكن يحصل لي ده، ما انا كمان ممكن يجي الدور عليا، ما انا كمان دي ممكن تكون صاحبتي او ده ممكن يكون حد معايا في المدرسه او كذا. فهم بيحسوا ان الحكايه قريبه، فهم كمان خايفين. هل في جمل؟ هل في معاني؟ هل في طريقه؟ هل في تصرف اعرف او هم يعرفوا يعملوه مع اولادهم للاحتواء للامان الزايد؟ نعمل ايه؟ هو علشان كده فكره ان هم من السن اللي كنا بنقول عليه اللي من 8 ل 13 ان هم يشوفوا صور، دي بيبقى صعب قوي ان هم لو شافوها ان مخهم ينساها، ممكن تفضل بتجيلهم بعد كده، يعني كان ذاكرتهم بتجيبها لهم في مواقف تانية خالص. فاحنا لازم نحاول نتجنب ان هم يشوفوها باكتر طريقه ممكنه، لان فعلا تاثيرها هتعمل لهم اعراض اضطراب ما بعد الصدمه. هيسمعوا ده اكيد، لو شافوا ممكن احنا مثلا غصب عنا يكونوا شافوا، طب هنعمل ايه لو ده حصل؟ اولا نحاول نتكلم معاهم عن مشاعرهم قوي، نخليهم يطلعوها. لو في سن صغير ممكن نخليهم يرسموا مشاعرهم تطلع، او لو قادرين يكتبوها يكتبوها. ممكن يعملوا رياضه، لان الرياضه برضو من الحاجات اللي بتخرج التوتر. ونسمعهم كتير ونطمنهم ان احنا نحاول نحسسهم، نقول لهم ان هم في امان. لو مثلا الاحضان بتطمنهم، كل طفل كل واحد طبعا بيبقى عارف ولاده، مش فيش طفل زي التاني، بس نزود من كل الحاجات اللي هتحسسهم ان مفيش مشكله. الروتين اليومي نحاول يمشي زي ما هو، نحاول نزود من الاحضان ان هم لو في حاجه بيحبوا يتفرجوا عليها يتفرجوا عليها، كل ما هو يقلل التوتر عشان بعد كده ممكن ده نلاقيه قدام طالع عليهم. ايه العلامات اللي ممكن تقول انه انا بنتي او ابني اصيبوا بالاضطرابات اللي انت بتتكلمي عليها؟ يعني افهم منين ان الحكايه ابتدت تاثر عليهم جدا، ابتدت تاثر على نفسيتهم جدا؟ الاقي تغيير في السلوكيات بتاعتهم، تغيير في نظام نومهم، في الاكل. ممكن في اطفال بيجيلها فقدان شهيه، في اطفال ما بتعرفش تعبر عن القلق فتيجي تقول لك طول الوقت انا بطني وجعاني، هو بيبقى مش فاهم هو في ايه، فيبتدي يبقى في حاجات نحس ده مش العادي بتاعه. هنا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احاول ان انا اشتغل على حته الطمانينه، اقلل بقى الاخبار الحاجه اللي حواليه. لو هو مثلا في حاجات معينه متعود يتفرج عليها بالنسبه له تحسسه بالروتين، اشاركه معاها. اشاركه معاها، ونحاول الوقت اللي احنا بنشوف فيه الحاجات دي ما يبقاش اللي هو وهم جنبنا فيها موجودين فيه في البيت. شكرا يا مي، انت نورتينا ومعلومات مهمه جدا ازاي اتعامل مع اطفالنا، لانه العالم كله في رعب وذعر دلوقتي للاسف الشديد. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس. قبل ما اقول لكم ان الحلقه خلصت وانه التلات حلقات بتوع الاسبوع كمان خلصوا، عايزه اقول لكم بس انه احنا لا نيأس. اللي بيحصل ده بشع، او يمكن ابشع حاجه جيل كامل عاصرها، لكن كملوا دعاء. المسيحي بيدعي والمسلم بيدعي، الكنائس بتدعي والجوامع بتدعي، الكبار بيدعوا والصغيرين بيدعوا والستات بتدعي والرجاله بتدعي. كملوا دعاء، كملوا دعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى السميع العليم، كملوا دعاء عشان ربنا اكيد هيكبرنا ويكبر اخواتنا في كل مكان. ربنا قادر على كل ظالم، يكبر بينا، عفوا ربنا قادر على كل ظالم. لا تيأسوا،
في حزن، في زعل، بس ما تيأسوش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شهاداتي عزيزات وبناتي الحبيبات، خلصت حلقتنا، خلصت معاهم الثلاث حلقات. ان شاء الله اشوفكم على الف خير في حلقة جديدة يوم الخميس الجاي، وهي وبس.